الشيخ مدغشقر، يعني سبحان الله البلد يعني ما فيها مضايقات، تستطيع تدعو فيها براحتك، تذهب إلى القرى، الناس عندهم تقبل عجيب. أنا والله يا شيخ ترى ما عندي يعني خبرة عن دعوة غير المسلمين، في الغالب أنا أشتغل بالمسلمين الجدد أو المسلمين وكذا. سبحان الله جئت إلى قرية بدأت أتكلم معهم وكذا، تكلمنا والله يا شيخ تقريبا 10 دقائق فقط، يعني ذكرت يعني التوحيد، التعلق بالله سبحانه وتعالى، محاسن الإسلام، من يريد يسلم. قاموا ما شاء الله، اي والله مرأة معها صبي قامت قالت انا اول واحدة، وبعدين تتابع الحمد لله. زرنا قرية ثانية وسبحان الله كان فيهم قبول وكذا، فقالوا لي يعني والله عندنا قحط والأمطار تأخرت وكذا، إيش رأيك تدعو لنا؟ قلت لا، لابد تفتقر إلى الله وكذا، والدعاء عبادة، ولابد ندعو جميعا، وأنا أدعو لكم وأنتم تدعو لي. وبدأنا ندعو، والله سبحان الله إنما تنصرون وتنزقون بضعفائكم، والله نزل الغيظ، حتى ما استطعنا نجلس في المكان اللي نحن فيه، الحمد لله. أسأل الله يبارك. هذا ذكرت أن موقف ذكرني فيما بعد أذكره لك في هذه المناسبة. لا أذكره الآن خلاص. نعم. أحد الإخوة جزاه الله خير حفر بئرا متوازيا في إحدى المناطق في بنين. نعم. وهذه المنطقة لمنطقة وزير التخطيط والتنمية. نعم. وهو نصراني. الله المستعان. وشاء الله عز وجل أن هذا البئر يعني ما شاء الله تدفق عجيبا. الوزير نفسه يقول لي نحن عجزنا أن نخرج الماء من هنا بالحفر، حفرنا آبار عديدة لم يخرج الماء من عندنا. سبحان الله. قالوا لنا من هذا الذي أنفق على البئر هنا وحفر وخرج بذلك الماء؟ قال والله يأتون الناس من مناطق أخرى يقولون من هذا الذي جاء وحفر البئر هنا وخرج بسببه الماء. سبحان الله. صخرية، منطقة صخرية جبلية تماما. الله. وهذا كما تفضلت سبحان الله، هذا من فائدة الله للدين. أيوة الذي الله. يذهب إلى هذه الديار والله يشكنا رؤيتي ما أتذكر إلا قول الله عز وجل إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شيء عجيب، هذا كله من عظمة هذا الدين ومن وعد الله عز وجل ليظهره على الدين كله. الله آمين آمين. الله يجزاك خير، الله يجعلكم مباركين يا رب. الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخ، الله يجزاك خير.